من جدة تنضم لنا مغسلة الموتى تغريد بخاري. أهلا وسهلا فيك تغريد، معنا في ام بي سي في أسبوع. يعني حلمك يعتبر حلم غريب، أنا ما عدى علي أحد قبل كذا عنده هذا الحلم أنه يتخصص في غسيل الموتى. فودي أعرف منك تغريد، هل كان في قصة وراء هذا القرار، أو هل كان في قصة وراء هذه الفكرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، يعطيكم ألف عافية يا رب، شكرا لكم. غسيل الموتى قصة رائعة جميلة جدا جدا، عش لحظاتها بكل ما فيها من حسن ومن سوء، الحمد لله. قصة اللي أنا عشتها وتعايشتها، البنت أو الميتة الله يرحمها اللي بكيت أثناء الغسل، سبحان الله، سبب وصية أنا ما نفذتها وبدون علمي. من فضل الله الواحد الأحد إنه أكرمني بيومها، أتوفت هذه الميتة الله يرحمها يا رب، كان وقتها عمرها بالعشرينات، وجات عندي في المغسلة في لحظة واحدة سبحان الله بأمر من أبوها. في وقتها لا إله إلا الله كانت في المستشفى، والدتها قالت لها يا بنتي أنا أروح بس أجيب ملابس وأجيكي، قالت لها يا أمي لا تتأخري علي، علما أن والدتها كانت سبحان الله عندها وصية من البنت، يا أمي لا أحد يمسكني ولا يجردني إلا لا إله إلا الله بوجودك. طبعا أنا ما كنت أعرف أبدا، ما كنت أعرف أنه الوصية سبحان الله تأثيرها قوي قوي على الميت. طبعا خرجت الوالدة، البنت في لحظتها توفت، في الثانية توفت. دخلت عند المسجد، اتصل علي والدها قالها غسليها، قلت طيب ما في أحد، قال لي غسليها عشان يلحق صلاة العشاء، قلت له طيب توكلنا على الله. كنت وقتها أنا لحالي، ما فيش ولا أحد معايا أبدا، من فضل الله الواحد الأحد إن أنا غسل الحالات لحالي بدون أي مساعدات. وقفت عليها بدأت أجردها من ملابسها، ما قدرت، حاولت أني أنا أدفعها يمين شق الأيمن الأيسر، ما قدرت، علما أنه كنت سابقا ما شاء الله تبارك الله أقوم بكل شيء، أجرد وأوضي أنجي بكل سلاسة وبكل أريحية. في الوضع اللي أنا فيه وأنا بغسل الحالة دي ما قدرت أبدا أبدا، يدها اليمين ما تتحرك، يدها اليسار ما تتحرك، حتى رجولها بحيث أن أنا أطلع الملابس اللي من تحتها ما تتحرك. استغربت، اتصلت على واحدة من الأخوات اللي معايا الله يجزيها بالخير، قلت لها تعالي لي بسرعة، في حالة غريبة معايا وماني قادر أدفع ولا أشيل ولا أعمل أي حاجة. قالت لي غريبة، قلت لها حتى أنا مستغربة، تعالي. جات الله يكرمها يا رب ويجزيها بالخير، وقفت معايا تقول لي أم فراس أنا مو قادرة أشيل الملابس إلا تحت يدها، طب وبعدين؟ فجأة كده تطل في عيونها تقول لي شوفي. طبعا أنا انبهرت إنه ميتة تخرج من عيونها دموع، يعني أنا قلت لا خليني لا مبالاة، قلت لها لا هذه موية، مسحنا، قلت لها مو طبيعي الوضع، ما زالت تنزل. قالت لي أم فراس هذا بكا، هذه دموع، صرت أمسح دموع البنت والدموع تنزل مرة تانية، شيء مو طبيعي أبدا أبدا إنه ميتة في يدي تبكي وماني عارفة السبب، يعني شيء صعب. قدرة الله سبحان الله اللي خلتني أني أنا بقوة
بكل ما عندي ان انا اسحب الملابس من تحتها وادفعها ويمين ويسار انا وصاحبتي. كيف؟ لا اله الا الله. كانت ثقيله 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 جدا جدا لدرجه انه تعبنا تعبنا مره. الله يتقبل مننا يا رب قبول حسن. بعد ما انتهينا خلاص نقلناها على الناش. زاد البكاء زاد تقلها لدرجة يعني استصعب حتى اللي نقلها معانا بشيلها. لا إله إلا الله سبحانك يا رب. هذا كله سبب وصية أنا ما نفذتها وما أعرف عنها، والسبب كان سبحان الله سبحان الله والدها ما أدري إنه البنت موصية أمها إنه هذه ما تتغسل الإنسان إلا بجود الأم. لا إله إلا الله، الله يغفر له ويجعل ما أصابها كفارة. سبحانك يا رب. وأنا بكفنها استصعبت أمور كثير مرة. الدموع اللي تنزل صرت أبكي معاها، يدها لماني قادرة أرفعها يمين واليسار وأدخل الأزار من تحتها بالقوة، دخل قميصها بالقوة، شيء غريب. إلى باب مسجدي دق، مغسلتي، دخلت أمها صارت تصرخ 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 وتخبطني على وجهي تقول لي ليه مسكتيها؟ مين قال لك تغسليها؟ قلت لها يا أمي أنا أعتذر، والله أنا أعتذر، سامحيني، مو مني، من أبوها، هو اللي أمرني، طالما أمرني أنا أبدأ. قالت لي حرام عليكي، حرام عليك، هذه وصية ولازم أنا أنفذها. قلت لها المعذرة منك، أنا ما أدري، أبوها جاء قال لي بسرعة غسليها عشان نلحق الصلاة، أنا آسفة وسامحيني وأهدئي. تقول لي حرام عليك حرام عليك، وصارت تخبط على وجهها علي وعلى الأرض، وصارت هي تبكي وبنتها تبكي. قلت لها أذكري الله وصلي على النبي وشوفي بنتك. صارت الأدمية في حالة تشنج شديد وتبكي تبكي تبكي مرة. قامت شافت بنتها تبكي معها، قلت لها مسحي دموعها حتشوفي دحين أنت وضعك كيف يصير، هي إيش بعدك تصير. سبحان الله سبحان الله، في وقتها لا إله إلا الله، الدموع اختفت حقت الميت الله يرحمها، بنتها إلا عمرها في العشرينات. قلت لها شفتي كيف تأثير بكاكي أثر على بنتك؟ قالت لي حرام عليكم، ليش منعتوني أغسل بنتي؟ قلت والله ما منعتك. قالت لي وصية، وصية آخر يوم لبنتي. طبعا الحمد لله رب العالمين استسمحت منها، قلت لها سامحيني والله والله إني أنا مالي مصلحة، بس أبوها واضح سلم على بنتك. والحمد لله رب العالمين اعتذرت وطلعت من المسجد، وانا كنت في حاله عشان الوصيله أنا ما نفذتها سبحان الله غصبا عني. يعني سبحانك يا رب، اتضح ان الام تبكي البنت تبكي، البنت تهدأ والام تهدأ. لا اله الا الله، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الله يرحمها ان شاء الله. طيب تغريد الان عندي سؤال انا، هل الآن ما يتم تداوله من ناحية إنه والله يبتسم الميت، رائحة الميت، هل هذه الأشياء صحيح بتعاملك أنت مع تغسيل الموتى؟ سبحان الله سبحان الله، أنا كنت زمان أسمع بحسن الخاتمة وسوء الخاتمة. العالم هذا سبحان الله المجهول، لما عشته ودخلته طلع صح، في سوء خاتمة في حسن خاتمة. الله يحسن خاتمتنا يا رب. صحيح، كل شيء صحيح. رائحة المسك ورائحة العنبر يعني صحيحة؟ صحيحة، وهذا اللي أنا عشته وشميت وشفت، وكل كلمة أنا أقولها أمام الله أنا مسؤولة. طيب تغريدة، الآن لما أحد يسألك عن مهنتك وتقولي لهم أنك أنت مغسلة موتى، سواء أصدقائك سواء أحد من أهلك أو حتى الناس الغريبين عليك، كيف تكون ردة فعلهم؟
مع الأسف، مع الأسف الشديد إنه أكثر الناس ما تقبلوني. ليه؟ صحباتي بعدهم نفروا مني. في نفس الوقت بعض الأهل نفروا مني. زواجاتي نفس الشيء، كله كان ما حد يتقبل مني وجودي أبدا في حياتهم. بس من فضل الله إني تحديت كل شيء، والآن الحمد لله رب العالمين نوعا ما في تقبل عما كان سابقا، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. طيب تغريد، كم صار لك بالمجال فعليا، وكيف غسيل الموتى قبل وبعد أو أثناء جائحة كورونا؟ لا إله إلا الله، كان المجال هذا عندي سابقا كان بكثرة جدا جدا جدا، كان مرغوب. اتصلوا علي من كل الأنحاء أغسل الحالات، سبحان الله، في المساجد، في البيوت. دخلت في مجال الموت هذا وأنا كنت متأكدة أني أنا مش مرغوبة، بس من فضل الله جاتني حالة من الحالات قريبة الملك عبد الله، غسلتها، كنت مبسوطة جدا جدا انه صارت نفس العائلة هذه تطلبني، الحمد لله. الأميرة موضي كذلك، بنت محمد بن منصور، اتصلت علي أميرة قالت لي انا بقيت غسلي، كنت مبسوطة جدا برغم انه كل اللي حواليا كانوا ينفروني. والآن الحمد لله الوضع بعد كورونا بفضل الله أفضل بكثير بكثير، والفضل لله. ثم مغسلتي الأمير محمد بن منصور والشيخ حقي القائم عليها، الله يكرمه ويجزيه الجنة يا رب، شيخ محمد محرم أبو عبد الرحمن، اللي كان الأب لنا وما زال لنا الأب والأخ والسند لنا بعد الله، اللي حببني أكثر في المجال لأني خلاني معهم أسرة واحدة وأخت لهم. الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله. ضيفتنا مغسلة الموتى تغريد بخاري، شكرا جزيلا لك وعلى القوة إن شاء الله.